النهارده هنعمل مع بعض الميت لوف او رغيف اللحمه اسمه كده بالخضروات، هنعمله مع بعض كله كده وندخله يستوي في الفرن. عندي ايه المكونات؟ عندي هنا لحمه مفرومه، بقسماط، جبنه كريمي، عندي كاتشب، زبده، بيض، عندي بصل وجزر متقطعين صغير، عندي مايونيز وبقدونس، كزبره ناشفه، اوريجانو وملح وفلفل. هنزل بشويه زيت الزيتون. عندي هنا بوله بره هنزل فيها اللحمه المفرومه عشان هنخلص الجزر والبصل وننزل عليهم بيه. على اللحمه هنا هنزل البيض. هنزل الجبنه الكريمي. بقدونس. توابل. كزبره. والاوريجانو. هنزل كمان بالبقسماط. عندي هنا شويه من الزبده. هنزلهم مع الزيت. وهي بتسيح كده على طول. هنزل البصل. هنزل الجزر. هنزل عليهم برشة ملح. وشوية من الفلفل الأسود. نقلب الكلام ده كويس مع بعضه. هنستنى عليه شوية لحد ما يدبل معانا. حلو قوي. دبل معايا الجزر والبصل. نرفعه ننزل بيه على الميكس بتاع اللحمة. وكمان هنزل بمعلقة المايونيز. خلاص الكاتشب ده بقى موجود ليه؟ الكاتشب ده لما هندخل الرغيف بتاعنا الفرن كل شوية هبقى عايز نفتح وندهن الطبقة اللي فوق دي بالكاتشب. نبتدي نقلب بقى الميكس ده ونديله وقته كده واحنا بنقلب عشان ايه المكونات كتير. السخونية كمان بتاعت الجزر والبصل تساعد الجبنة الكريم ان هي تسيح وتساعدنا ان احنا نخلط اسهل. هيبقى فاضل لي هنا رشة الملح والفلفل الاسود. حلو قوي. هنجيب هنا الصينيه بتاعت الانجليش كيك العاديه خالص. نبتدي ننزل بالخليط بتاعنا ده. عظيم جدا. وبالسباتيلا نساوي بقى الكلام ده كويس ونضغط كده اتاكد ان هو بيسد فراغات الهواء. وزي ما قلت لكم هنبتدي دلوقتي ونديله اول دهنه بالكاتشب. احنا هندخله الفرن هيقعد تقريبا 35 دقيقه، فعايز كل 10 دقائق يعني 3 مرات نفتح وندي دهنه بالكاتشب كده على الوش. خلاص نبتدي اهو.